السلام عليكم. إسرائيل بدأت بالتوجه نحو توسيع جبهات الاستنزاف ضد حزب الله اللبناني. الأمر أصبح واضحا مما نشر في 24 ساعة الماضية من قبل معهد الماء الإسرائيلي الذي ذكر بأن على إسرائيل البدء الآن باستهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله اللبناني أو الشركات أو حتى رجال الأعمال المتورطين في عمليات التمويل لحزب الله. وهذا من الممكن أن يشمل ببساطة أي شركة أي بنى تحتية تابعة للحزب موجودة على سبيل المثال في بيروت، في شمال لبنان، في أي مكان آخر. من الممكن لإسرائيل أن تبدأ باستهدافه، ويبدو بأن إسرائيل بدأت بمثل هذه العمليات، وذلك من خلال ما شهدناه من عملية اغتيال خطيرة في الأيام القليلة الماضية. طالت براء قاطرشي رجل الأعمال السوري المعاقب أمريكيا، والذي أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه متورط في عمليات تمويل للفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في سوريا. وأكد أيضا المرصد بأنه متورط في عمليات التمويل لحزب الله اللبناني، وهو أساسا كان موجودا في لبنان عائدا إلى بيروت، وقامت إسرائيل في نهاية المطاف باستهدافه بطائرة مسيرة. والفكرة الأساسية من هذه الاستهدافات هو استنزاف القدرات المالية الخاصة بحزب الله والضغط عليها قدر الإمكان لكي يكون هذا الأمر متناسقا ويسير باتجاه واحد مع تدمير القدرات العسكرية الخاصة بحزب الله، لأن إسرائيل مستمرة بتوجيه الكثير من الضربات لهذه القدرات العسكرية لحزب الله اللبناني. مع خنق القدرات المالية والمادية قد يعني الكثير فيما تخطط له إسرائيل في الفترة القادمة، حتى أن معاريف العبرية كانت قد ذكرت في 24 ساعة الماضية بأن التقييم الإسرائيلي الأخير لحزب الله وجدوا بأن حزب الله يعاني على المستوى العملياتي والعمليات الهجومية، وذلك بعد الاستهدافات الكثيرة أيضا والاغتيالات التي قامت بها إسرائيل ضد القادة البارزين والكبار في الحزب والقادة الميدانيين، الأمر الذي أثر على طبيعة الهجمات لحزب الله. الهجمات لحزب الله أصبحت نوعا ما ضعيفة غير مؤثرة، لا تحقق أهدافها كما كان هو الحال في السابق. وكذلك في نفس الوقت أنهم وجدوا أن حزب الله يواجه مشكلة على مستوى الإمداد بالسلاح وكذلك الإمدادات اللوجستية، وذلك لأن إسرائيل مرة أخرى استهدفت الكثير من المستودعات والمخازن والبنى التحتية المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة الخاصة بحزب الله اللبناني. وكذلك هم استهدفوا أيضا كل شيء يمر من سوريا ومباشرة قادمة إن كانت من العراق إلى سوريا إلى لبنان أو من إيران إلى سوريا عبر الجوي مباشرة إلى لبنان، كلها كانت أهدافا لإسرائيل في نهاية المطاف. وإسرائيل حتى بدأت تضرب البنى التحتية الخاصة بحزب الله اللبناني الصاروخية وغيرها من المخازن الأسلحة وما هو تحت الأرض خلف النهر الليطاني، مما يوضح لك بأن إسرائيل هنا تستنزف الكثير من قدرات حزب الله. وهذا هو قد يفسر لماذا نرى الآن، والتقييم الإسرائيلي يوضح بأن حزب الله يعاني على مستوى الإمداد الذي يتمتع به، وبالتالي الضربات التي تأتي على مثل هذه البنى التحتية المدنية سيعني الكثير على المستوى الميداني. وواضح أن إسرائيل ميدانيا مستمرة في الإعداد لساعة الصفر للتقدم باتجاه جنوب لبنان، وأساسا إسرائيل مستمرة بضرب البنى التحتية بشكل كبير. نتحدث عن مناطق مهمة مثل عيت الشعب على سبيل المثال أو كفر كلا أو حتى الحولة، وحتى الاستهدافات التي تأتي باتجاه القادة الميدانيين لحزب الله اللبناني. على سبيل المثال اليوم كان هنالك استهدافا باتجاه بلدة شقرة بهذا الشكل لهذه السيارة هنا التي ترونها، قامت طائرة مسيرة بضربها بهذه الطريقة كما تلاحظون، وهذه صور أخرى لهذه السيارة التي حاولت إسرائيل من خلالها اغتيال عنصرين. قالت إسرائيل بأن العناصر والعنصرين الذين كانا متواجدين في هذه السيارة هم من حزب الله اللبناني، أحدهم قد قتل مباشرة جراء هذه الضربة والآخر قد نجا وهو في المستشفى، ولكن أطرافا أخرى في الداخل اللبناني قالوا بأنهم مدنيين، لكن إسرائيل تصر أن هذا الاستهداف هو كان باتجاه عناصر مهمة موجودة لحزب الله اللبناني. وكذلك أيضا أن إسرائيل مستمرة بضرب عيت الشعب، بنى تحتية عسكرية اليوم قد نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها تمكنت من ضربها انفجارات كبيرة حتى باتجاه بلدة الحولة كما نلاحظ، هذه ضربة أخرى قد جاءت باتجاه
اتجاه هذه المنطقة. الأسبوع الماضي كان هنالك ثلاثة عناصر من قوات الرضوان، قوات النخبة في حزب الله اللبناني، تمكنت أيضا إسرائيل من اغتيالهم. هذا أمر مستمر، والنقطة الأساسية هنا بأن هنالك تقييما صدر من قبل البي بي سي البريطانية أوضح طبيعة الدمار في البنى أو في البلدات المتواجدة على الحدود مع إسرائيل، مثلا عيت الشعب التي تحدثنا الآن عنها قبل قليل. لاحظ كيف وضحت هنا البي بي سي البريطانية الدمار الموجود في عيت الشعب. لاحظ كل هذه النقاط الحمراء هي دمار، طبعا كلما كان غامقا كلما يوضح لك بأن الدمار كبير في هذه النقطة، وتلاحظ هذه كلها نقاط دمار موجودة في عيت الشعب، مما يوضح لك أن هذه البلدة أصبحت تقريبا مدمرة على مستوى وبنسبة 75%، وهي تأتي حدودية مع إسرائيل ومن المناطق التي تركز إسرائيل على التقدم باتجاهها، كذلك كفر كلا التي تأتي باتجاه الجليل الأعلى. هنا الجليل الأعلى كما تلاحظون، ولاحظ الدمار الهائل الموجود هنا من هذه النقاط بحسب التقييم القادم من الأقمار الصناعية والذي نشرته البي بي سي البريطانية اليوم. تلاحظ هنالك دمار كبير للغاية في العديد من النقاط، مما يوضح لك أن إسرائيل أيضا تستعد بشكل واضح للتقدم إلى كفر كلا أيضا للسيطرة عليها، وهم يضربون هذه المناطق بالمدفعية وكذلك بالطائرات. وتلاحظ أن إسرائيل مقارنة بحزب الله اللبناني وجهت ضربات أعنف وأكثر مقارنة بحزب الله. لاحظ حزب الله باللون الأزرق هنا، هذه هي الاستهدافات التي حققها، هذه هي مستوى الاستهدافات مقارنة بالطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 أكتوبر وحتى الشهر الماضي 24 يونيو كما نشرته البي بي سي البريطانية. لاحظ إسرائيل لديها استهدافات كثيرة، مما يفسر الدمار الذي نتحدث عنه، القدرات العسكرية الخاصة لحزب الله بحسب التقييم الإسرائيلي، وكذلك القدرات على مستوى أيضا البنى التحتية الخاصة بحزب الله. وواحدة قد تكون من الأدلة المهمة هو ما جرى خلال 24 ساعة الماضية من هجمات لحزب الله. تلاحظ هنا في الشمال الإسرائيلي كانت هنالك كثير من صافرات الإنذار للصواريخ القادمة من حزب الله، كذلك هنا صافرات إنذار أخرى. الليلة الماضية كانت هنالك هجمات صاروخية تأتي باتجاه الجليل الأعلى والشمال، تلاحظون القبة الحديدية تتصدى لها. المشكلة رغم كل الهجمات التي ذكرتها لكم الآن، إلا أن ليس هنالك أي هدف قد تحقق من هذه الاستهدافات، ليست هنالك أي نقطة عسكرية قد ضربت نهائيا. هنالك نوع من ضبط الوضع بالنسبة لإسرائيل وضعف في الجهة الأخرى من قبل حزب الله اللبناني. وعلى الرغم أن الظروف تبدو وكأن إسرائيل أعدت كل شيء للتقدم باتجاه جنوب لبنان، إلا أن الوقت يبدو لا زال مبكرا على مثل هذه المعركة، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس متواجدا في إسرائيل، ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، ولم يكن في استقباله لا بايدن ولا كمالا هاريس، وهذا يعطي رسالة واضحة لنتنياهو بأنهم ليسوا راضين على طبيعة السياسة التي يتبعها إن كانت في قطاع غزة، والأهم فيما ممكن أن يكون قادما باتجاه لبنان. وكذلك أيضا في نفس الوقت أن هذا الرجل يوم غد سيكون أمام الكونغرس الأمريكي في خطاب مرتقب للجمهوريين وكذلك للديمقراطيين، ومتوقع أن يكون أيضا في لقاء مع بايدن وكمالا هاريس، وطلب مقابلة دونالد ترامب ليعد في حالة فاز دونالد ترامب في شهر نوفمبر القادم. هنالك ترقب لهذه الانتخابات، وإسرائيل طبعا تعلم تماما هي بحاجة لدعم الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما اتخذت القرار للتقدم باتجاه لبنان. كذلك أيضا على المستوى العسكري، تلاحظ هنا USS ثيودور روزفلت حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة بعد أن جاءت من ماليزيا، من اتجاه ماليزيا وسريلانكا، الآن هي متوقفة هنا في البحر العربي. كما تلاحظون من المفترض لثيودور روزفلت أن تكون هنا في البحر الأحمر تقريبا، أن تتمركز في هذه المنطقة لتعطي الدعم لإسرائيل، أن تحمي إسرائيل من أي هجمات قادمة من جماعة الحوثي، وأن تنفذ كذلك عمليات هجومية على جماعة الحوثي لإضعاف قدراتها شيئا فشيئا. الآن ثيودور روزفلت هي موجودة هنا أقرب لإيران وإلى مضيق هرمز كما تلاحظون من اليمن وجماعة الحوثي، بالتالي عملية الانتشار أيضا لم تكتمل بالنسبة للولايات المتحدة لإعطاء الدعم الكامل لإسرائيل إذا ما بدأت بهذه العملية المتوقعة التي قد تشمل أيضا سوريا على مستوى القصف وليس على مستوى التقدم البري. كذلك أن هنالك ترقبا لهجوم مرتقب
ليس فقط من الفصائل العراقية باتجاه إسرائيل، وإنما الأهم من جماعة الحوثي للانتقام من الضربة الإسرائيلية الكبيرة التي شهدناها باتجاه البنى التحتية للطاقة والكهرباء في الحديدة تحديدا. قناة الرابعة عشر العبرية كانت قد نشرت تصريحا حصريا تحصلت عليه من أحد عناصر جماعة الحوثي كما تلاحظون، ذكر به ببساطة بأن الرد على إسرائيل سيكون مؤلما ومؤلما للغاية. بالتالي إسرائيل هنا تقف موقف المدافع، تترقب ما الذي سيكون حاضرا من هذا الهجوم تحديدا، ولكن في نفس الوقت الواضح أن المنطقة متجهة إلى التغيير، وذلك من خلال ما شهدناه في الأربعة أو الخمسة أيام الماضية من طبيعة إعلان مثير للغاية متعلق بقبرص بقاعدة بحرية كبيرة تحدث عنها وزير الدفاع القبرصي تحديدا، والذي أكد بأن هنالك عمل كبير وبدأ العمل على بناء قاعدة في جنوب قبرص تحديدا، قاعدة بحرية من أكبر القواعد البحرية إلى شرق البحر المتوسط، حيث أن قبرص أصبحت مهمة للغاية في أزمة قطاع غزة. الإسرائيليون على سبيل المثال ذهبوا مباشرة من إسرائيل ممن تضرروا إلى قبرص ليتخلصوا من الحرب، كذلك أيضا أن الطائرات الحربية البريطانية انطلقت كلها أساسا من قبرص في الهجمات التي جاءت على جماعة الحوثي والتي شاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من عدد من الدول من ضمن عملية بيسايدن آرشر ضد جماعة الحوثي كانت تنطلق أيضا من قبرص، وكذلك أيضا في نفس الوقت المساعدات كانت قادمة من قبرص باتجاه قطاع غزة. إسرائيل والأوساط الإسرائيلية سبق وذكرت أن إسرائيل تدرس مسألة مستقبل قطاع غزة أن يكون لها طريق بري مع جمهورية مصر العربية وكذلك ممر بحري باتجاه قبرص، وبأن إسرائيل لا تريد تحمل مسؤولية قطاع غزة بعدما تنتهي من هذه المعركة وبعدما تخرج من هذه المنطقة. بالتالي قبرص لها أهمية كبيرة حتى على المستوى الجغرافي، وذلك لأنها عضو في الاتحاد الأوروبي، وبأن هذه القاعدة كما ذكر وزير الدفاع القبرصي وكذلك الأوساط التي اهتمت بهذه المسألة أن من الممكن لدول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو أن يستغل هذه القاعدة وأن تكون المدمرات الحربية الكبيرة وغيرها أن تكون متواجدة في هذه القاعدة تتحصل على الصيانة كل الدعم اللوجستي المهم للغاية، كذلك أن هذه القاعدة توفر قدرات عسكرية وإمكانيات ودعم لوجستي ممكن أن يصل من الولايات المتحدة إلى قبرص ثم إلى إسرائيل لدعمها في الهجوم ضد حزب الله اللبناني أو مواجهة أي تهديدات قادمة. بالتالي مثل هذا المشروع الذي نتحدث عنه هو ببساطة سيضبط الكثير من الأمور، سيرسل رسائل واضحة للفصائل الموجودة في العراق كذلك في سوريا وأيضا لحزب الله اللبناني فيما ممكن أن يكون قادما، خاصة وأن الحزب الله اللبناني سبق وأن هدد قبرص إذا ما كانت هنالك أي هجمات من الممكن أن تأتي باتجاههم، وأيضا ضبط عمليات الشحن للسلاح القادمة من قبل الجانب الإيراني إن كانت على المستوى البحري باتجاه لبنان باتجاه سوريا ثم تذهب إلى لبنان. كل هذه الأمور ستراقب بشكل كبير من خلال هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة طبعا تسببت بمشاكل بسبب أن اليونان مشاركة في العملية المعرفية في بناء هذه القاعدة وتركيا أبدت انزعاجها، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال من الممكن وسنقوم ببناء إذا أردنا وإن كنا بحاجة لذلك ببناء قاعدة في شمال قبرص أيضا. بالتالي هي مسألة أيضا فتحت مشكلة جديدة بين اليونان وبين تركيا، لأن قبرص مسألة متنازع عليها بين البلدين، لكن هذه القاعدة واضح جدا بأنها قادمة وحاضرة بقوة كحجر أساس لما ممكن أن تخطط له إسرائيل في المنطقة بعد كل هذه التهديدات، وخاصة أنها منطقة جغرافية مهمة، هي تعتبر الدولة وعضو الاتحاد الأوروبي الوحيدة الأقرب إلى الشرق الأوسط. بالتالي هنالك حسابات إسرائيلية، حسابات دولية، حسابات للولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت، بالتالي هنالك ترقب كبير لما ممكن أن تتطور فيه الأمور، والكل يترقب ما الذي سيصدر من زيارة بنيامين نتنياهو مع هذا الإعداد الميداني المستمر لإسرائيل باتجاه لبنان.